أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نصينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. إن ولي وحن كجرنا حرقاتك أمهات المؤمنين كي كجرنا إن وحن نسعتي إن قصدي إن زينب بن جحش بنت جحش رضي الله عنها إن قصدي ذو حن وحن نجوك تمركب وحن النبي عليه الصلاة والسلام إن مركا عددي لما يستطي إن عددي لما يستطي وزيد كعدد لما يستطي أي النبي عليه الصلاة والسلام زيد أدر رواية قرقد عليه زيد أدر وحير أشاك إن الأمر لسي النبي عليه الصلاة والسلام وإله آية القرآن قصد جي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ساسرين فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أذي يكون نكحنا لير ومحادة سوة ورشي لكي لا يكون على المؤمنين سي مؤمنين حرج أدمين في أزواج أدعيائهم إن حاس المهن إيش يجنا يان أو لا يان أنا كرصدي مجا أنا سي إن حرج يكون قانون عنك عاد كرصتي حاس كقرصدي وقرص كرت هذه ساسو معنى هذا وحرج ساس دردد إن مرك أي راهين قال هذه منافقين تيران واق محمد ويرك حاس كفر وقرصدي إذا عاد كرصو جن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إله عاد كرو كان هذا ومحمد قف إنك رجين كمذا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآية درس الوسود تجي بل سوحوا إليه النوشة ودعوهم لآبائهم بدك عنو كست أبيس ونوعة مك أحكان تان فرح بدن زين بن جحش أي صابوه رضي الله عنه وحسنا إذا صابوه رواد الشيء سمرك نبي عليه الصلاة والسلام مركب آية القرآن كي تزوجنا كها خلاص إله وإلا نكو مهري زوجنا أمر كي يضحك أو دعي الباب كو صغر علي لو يمدو حجري حاسكي هتا ماشي سيكون لماتي وحونا وحنا لي مك عيدا سيسود دكتي وحلي للنبي عليه الصلاة والسلام أن جرج ذو يمد الباب كوصق راعي لا تتحجب وح الباب كذا شيء كذا شيء وحوي رسولك الله أي حاسك أذا جا أنا هاي هذا هي حجاب نوع معناه ساس يكون نقط ولذلك سير من جحشة رضي الله عنها وحياه يكون فاني جرتي أمها أتم مؤمنين كخل كيف فاني جرتي وحكم ده وعلي جرتي ولذلك أنا ما يقوم التين أنا ما المدنا خن كرتان عاد وحيت لأنك أبيشنا يقول مهري نبي عليه الصلاة والسلام لكن أنا إلهي يقول مهري صمد لي كأسو مهري ساس يكون فاني جرتي نعم ولذلك وحلي النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أقولك حق السمك يمد ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحلي ولماذا أوبحي زين أوبحي دمر أوبحي مجرين حار أو حلاق شيء كير أصعب صير كل شيء جاين ولماذا وين وسمي النبي عليه الصلاة والسلام أو قفزة أو روتي وح حتى وحليل ذاتك لك تجين عنا ذا صهرتي ولا كشك يا أصعب صير ما حد عاي جور كيد جور عادي ماها جور أو تشريعي وحبه شرعينا وما ذو تشرعينا هذا هو إذا زين من جحش جور كيد لأن حك وحكون جرت تشريع كبوح كوه وحنيري عادي جهلي لقبابي أو أه نن أضون هاجر قبر هاي القرش لو مهري لبا الماء الأشياء هذه و أدلين أو لكن أكو صوت تبني يجري ما هذا مقع على سين أضبطك لأن هاي تبنيك ومسألة بنانت إسلام كله كلامي وبنايا الماء إلا كورسلو عنو أدلين جيت إنك سوق عادي أكوريسيد لكن مقع على سين نينك يقعد على هادين مقع هادين ادعوهم لآبائهم ولذلك آيدوا حل هذا فإن لم تعلموا هدا وين آبائهم فإخوانكم في الدين ولا ليهن الدين وعبد الله أبيحي عبد الله ابن عبد الرحمن له ما عيسى دا عبد الله تلاه أما محمد أبو عيسيد عنو غيره مرقار كود دقالات تمركي دعين الميرا جيتك لقى سوق هذا أحله ملقان دلا صوت طورو إلهي وعذاب دون أقوى معي عنو قاس حقيقة قلين هو يدا شوي حتى هدو وقرع يعني لا طور ما دين ما قبته نفوي نف إلا أنه لا إلهنا أمري قفى هذه قشي وحارانا قد علي إسلامتي قد علي هدان الدين بك اللي قلي أم عنو قيسو دلي دلي دين بك اللي أم عنو قيس بناك دقي ودين بي هلا قاتل لا لا دين بك الأول وإلهي سبحانه لا بدي بيسكو كش كيار ما يشي كتو بكيل نيت اي متكلا كلا اي كش عنو قاس حقيس القيامة وفرقو كدقية حقيس ولا داتك كورينا أجريك قادنا يا هكذا إذن كفالة الله إسلام كفالة وقفكو على كفالة قادك را أو قبلي وحدك لو أوغاي النبي عليه الصلاة والسلام وحيت لي وزنست لا حال يقود له حدك لي ومركز وحير محاعدين أورا اللي يتر بحصور ألوجين مركي صوت شيء إيه إتمنى تعنق إذا وات بولس لو ما أدري إحنا إيمان كيد بفير وأكن على رسول الله سونو جليل مركي سونو جسي كان عنق إذا الله بس نجرو أول الناس كمركي لجرا كانت
نبي وحوري يا كفالة قادة ويل كان رجل من أنصار وحوري أنا يا رسول الله أنا يقول جنة وصاص كتير عنو قصا كرسة لكن وعنو ما قع وأنا لسه أه إخوانك في الدين إخوانك في الدين محيرين فقادوا عيران وحال عنو كح أبي الله قال لي أبي قرع أبي الله قل أما بيسلمي قام حلي عبد الله عبد الرحمن أبدونك إلهي ونقنا أبيز عبد الله عبد الرحيم عبد الفتاح عبد ياش أي الله قل أب وهكذا إذن زين بن جحش دتك زين زيد بن محمد مشكل له هي او حالير ميا اله سبحانه وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ما المولى لما النبي عليه الصلاه والسلام ما بل ما ادعوهم لابائهم ابوه وير ولذلك هل كان سبحانك فائدين انكو دتك يرب جوجو او علمها هبريري اسك سو كحيستي اما دتك جدك كسو هله ان مغا ابوه اسيان هدو وخي كلي مركي ويناته او شيغا ما مركا وها وا ان مغا مركا هور ابها سين هذا رتيل محرم يكون غضو كحجاب الناس كنوج ناس كذا نوجز عنق أقول نغنا أباهن أبيس ونغنا وكله ومن الرضاعي يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نبي غير عليه الصلاة والسلام إذن فقه جالس دافه من وعوي إن أحكام الإسلام كمركز كعيارته وعنق جد كسوق هذا الإسلام تعرضه أركب حول ويركيه وكله وصو كرصدي قبل الميد وكل حجرة هذا دين ما ادعوهم لأبائهم وأرده سوا مهم sidoo kale islaamka la furo oo ilmo oday kale u dhalay odaygii nacday karaahidi oday u qabtay cunugii waxay u sheekeen cunugii yar hadda lagu furaamay iyada oo muula la furay wax ka sadhaa ilaahay subhanahu wa ta'ala talaaq halwi markaas cunugu ma la xuleeyay anaka ninkana soo korsaday ninkana abis abis ma aha udcuhum li abaahim dinbiya galeysa jacayn ceebka u qabtay ku furay cunuga xaq abis ma gafisi karo ninka abis waa taqaana cunu hebel hebel ku dhalay wala la hawe abaha xaq sheek لكن حشاتك أنا نيك الجورسدي يعنون كنا وقرية الماء دين كلا دين بكلا جلسة هذا لا يجوز إخوان إذا زين من جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أحكام تحس أنا كفى إيد سنة أو جور كذي أيا لك فى أيا كان قد ضاينين أنا إن إذا حكمة ده سئهت حكمة تبني جاس إن لو بابي أي زيد من جحش أو جورسدي نبي عليه الصلاة والسلام نوحي رهان زين من جحش أن شدوا كله مكان إلهي يفضل غير إلهي شين بيحشوا حرير واكلوا لهت صفات كذا مركي قال له أصحاب السير قال لي حد لهت من قرطبي قال لي كان عنده حدة لكن وحقيق قف ضدك مساكين تجعل حتى أم مساكين والنيجي لفت جد مساكين تجعل شهاد إلهي حدود يسديت ما نوات استعيس طبعي قاتل ويقين هذا وان قرن عفير مركي يلير زيد كوسا وديد قف كل لهيد وموقف لهيد منافق نم إلا بالله يا متى ما قان موقف كذا وعد زين من جحش رضي الله عنه هذا المركي ليري إن ما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله هذا مركي سوتك تحيت سمعنا وضعنا وأقوله ترزيد وكورسنا مركي وقاف إيد أحكام الدين إلهي مركي ليري له ولقى هلا وحيد ودا وكل لهيد نعم لكن كلال كذا حق الدين تمك كتبني ولذلك عائشة رضي الله عنها وحيت قبر إلى ترتنت أمهات حاسس كل لقبي أزين بن جحش أي ماركليتر إذا مركز إلى كرئيسي عائشة كشاكين صفت جاد عائشة إذا نرجر حتى دقال روايات قارقول عليه مر حتى دقال إسلك دين نبي قرتيس وحس قصة مين نبي قف يرصد عائشة هذا الكل تري نبي عليه الصلاة والسلام عائشة لفظ إذا أتمت أتمت نبي عليه الصلاة والسلام يحيي كتير الرسول قال له محيطها قبلنا وحكى شكته عايشة وحكى شكته إلا فريد قبلنا المركز لفريد وحبيته ما كي يساس تري نبقى عايشة وفيري عايشة وحي مليز نبقى إنو كعلينا شي بي تري إذا بكو هادب عايشة إذن وقل الله لفتك وأسكو قبصة وأسكو قبصة نبقى عليه السلام سنة وهو هاي بنت أبي بكر حقيقة إنه إساس أهد إذن وحال كاس كعاد مركة قف كل هاد لكن حال الدين توقافة أهد ولذلك حديثي إفك رغم عائشة إساس إذ كل ترتم برتنا كده حي معن دمرك مركي لصقة برتنا كده حينا مركي قاركون لكن برتنك وحوى إنه حدود إلهي قد بين حدود إلهي إنه قد بماها وقف قف قال حقيقة وكنت تقصده ويرى أو نكر النار وكنت جيده معها تاس رادت وحالي إساس برتنك كل حي عائشة رضي الله عنها حدنا وحالي الحديث كيف مركي لي النبي مركي ماذا ترى زين من جحشي أرنت على شيء جاي وحيت والله أنا خير وحاينكم أقان عائش شوف حقيقة أرك وتقف له لقبوي بالله عليك حق حصل ولقبوي وحلاق شيء شيء ما حد يلد ها وركز أبو إيسو قاري أم قام مقلي ها وذات كسي شيء أسي شيء لتسمع لكن ما كانت هكذا زين رضي الله عنه
زين بحي تري ما يا عائشة وحن خير يكون وين ولذلك عائشة أرنت سو هيسا مركز تكشة كيسا أرنت أصحاب سيرك سيد الشيخين رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مقعو بحي وحور أواهوي أواه وحوي ونقط بضنته وحنا قيسا لك إلهي ذو النقين. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم قتل وام إن إبراهيم إلهي مكوك هلا إبراهيم لحليم إن إبراهيم محوير لحليم أواه منيب أواهوي. ولذلك مركو كوير النبي عليه عمر بن الخطاب وحكوير زين بوا كل شيء وأقصي لك أواه ويوير. قال الرجل مش وما الأواه ييه أو حجر القاشعة المتضرعة نبي أقصي فسري نعم أنت أصلا أقصي شيء رضي الله عنها دقال كي طائف حنين كقيب قشالير قصوة غيب روا كقيب قشي رضي الله عنها مركا قفك مسلم كحال ربا حتى حدو قير مسير ودمر قوة هاي وحال ربا إلهي حدودك سنيك قدبي حدودك إلهي إسك إلالي دمر كلا يتلقى واسكو نار تغان حدودك إلهي سبحانه وتعالى إنك قدبت إسك إلالي نعم. وحالي نبقى عليه الصلاة والسلام قداش يزمح الجنين دمر وحالي أواها وقف دين تقول لك نهيت نبي عليه الصلاة والسلام وحيت الملك وقير يوذ أنا مبحايتر لا تحركنا صاصة لقايا محايا الأمهات المؤمنين بدنا عثمان بن عفان حجسي حد كذا إيه فدي حتى ما هذا يتر نبي ماشي وقايم مكان لقاقا يعني مدينة جوغا مصف راي ميلا هذا ما لهيتر ساسي ودبقي سي نعم النبي عليه الصلاة والسلام ولوريس حتى حجم هذا يتر يعني بس ماشي جوغا يعني. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام سوق أمانة أم المساكين اللي يراها وان يريو مساكين تقول نحري سجرت نفتك هذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام مركي عائشة ويدي سي دمرك النبي قارو حي ويدينين رسولك قال له هذا مركا دي متد أذيك قفك وو ريسو كاسو دبا دمانيس فيري وحالو قو ترتمع دمرك واختر وحي قو ترتمع يعني النبي عليه الصلاة والسلام هورتا تيجي دونت ومعناها قداش دمان دونت معنى حاسس كيسو أو جناد الجوجا ومعنى هذا مركا خوف كسر عليه أذ ما كهر مرض دون هذا لما شذي مركا سيت أكثر يا وها أوليري يعني أيتنا أسرع بك لحوقا ساسي ويدين وعين أيتنا رسولك قال له تلقفك وهو الرئيس صوت لما دون تعلمك لما تدياوه لا سيري مركا سنو حويري أد ولكن يدا تنيقوك عن دير تنيقوك عن دير لما يفصل لما معنى الله ذا كناية وكل جرس هالكاس كناية ذا حاليا لغة عربية وحاليا نك عن دير وأو نك صدق هذا بضل مركو عليه سود بنت زعمة يو حاد هالكان أم مساكين ومركها زين مجحش إلى الجهد أي قارقود دي مركو عليه دو مركو أسكوني من الحين قال هاي وأسعب برينا نك سودن كيس لأن قانتيس قان دير هذه عند إيرات وحقو زوت إن عاصم كعند إيرات إن عاو مركز زوت أنا هرت لما تمرك أكثر الحقوق أهيد. ولذلك أيضا والقط الماء مرك لا بق أرنات مزين بنجحش إني لها أطولها طول الأهيد معنا حق صدق هذا إيو أي بحجرتي سيد زين بنت قزيمة أنك هذا لي إن إن إيو سود مرك كسو هذا اللي نسيه كله أما قعدت إذا إيرادو ورواية قارقود حشيء إن دو مرك النبي إسكو جمادين قعنه رعبرين إيرين يا قعند إير وفيريا نعم. زينب بنت جحش رضي الله عنها ذات ورع اهد ورع ذات وبطنا اهد وقف تقوض هذا اهد اهد وبطنا اهد وان شاقني حديثك افكي دوركي مركي ان وإلى سنة يسي حقا كلا ولذلك وحيتري ابن حجر ايه وحكس وقوري وحولي يسأل زينب بنت جحش اي ايام المؤمنين احمى سمعي وبصري اي من الحماية احمي سمعي وبصري هذا والله هاي مركز تدتكم كيلا وحديت أنا اللي هي إلى السنة حنت من اللي سنايو ساسي اللي جرتانين نعم مركز علو واسل لحد وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقد انت نوان شغني ودي دي إن أقاقضو إن بحضو أيان شغني آيات قرآن كسود دغي حلقة ذو حنكو قاتمينا آيات قرآن كسود دغاني لو حنكو سود دغي سيني بجحشي إن أي داس إلهي سبحانه إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه إن زيد من حرث فلما قضى إلهي سبحانه زيد منها وطرى زوجناكها أي داس إذ كسود الثاني. ولذلك أنس ابن مالك رضي الله عنها وحلقسه وريي وعليه سيدوك وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي داس زيد إذ قسيسا وحكى لكسود دقذاليري أعيد هذه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم أعيد اسمه قصود التعليل
ولذلك أنس بن مالك وحليه النبي عليه الصلاة والسلام مركو زينب أو جورسدي وحنا الولين وين ودقي وضدك إسكندر إيمانا يعني إنك استوى حكمنا وبحه حتى عن تدوا صور تاني مرك تذبذنا جورج النبي إسكافريست النبي مركز أديه وصدر ضدك ما بحين يعني إنه زين وطق بنجحش وقالوا لكن ملح يعني ده ولفر ديو ده ولذلك أيضا نسودك لا لكم إلى طعام غير ناظرين إياه إلهي سبحانه وتعالى زينب بنجحش أي سبب هذا كسودك تي أي أنس نوشي رضي الله عنها إن سيدوك لا إن 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 مواقف بعضنا اللي هي زين بيح رضي الله عنها إلهي وحكا إن وحلينا مركا ما حكا قد ضينا أنا ما حكا قد ضينا إن قلوب بعض أنك قد ضينا إن وحوه الرأي وحيت هاي كو عادات كان جاهلي جنا جوجين وضدك رقم كا ضدك دين نينك دين تله إنه حاسس كل غدره قبلنا نين دين لهني جورسات فطفر بدأ تدي ضرب ذي ذاك وحكا وحلينا أوامر إلهي سبحانه وتعالى القلاف زين بوكله een hadii aad odagaaga islaamku la qabo ama aad xasaas u leeyahay in aad maseerka iyo hinaaska inuu ku gelinin kaga dayo een waxyaabaha oo diinta ay ogoshahay inaad ku xad gudbin maxaa dhac bir hada ku xad gudubtid waxay naqaneysaa inaad bir adiga naftaada tahlo ku kurudid ama naagta kale ay nar ku soo jeedo nar adarteed ku gashid inaad is ilaalisid waxaan kala ka qaadanayna sidoo kale oo ay idin mas'alada muhiimka ah in een عادات كان المها لصو كرسنا يوحى صو كله إن مجا أبوه لصيو وهذه ضج مجا عيسى وصينين ومجا عسين وقال هذا سيسو لك أنا إسلام دان هاي أن أرنتس أنقول لغاكن وحنك قيب أرنتس سيسو كله أنك فإذا سين نقص دان زين بن جحش رضي الله عنها إن وقفك حق مركزك ورعى ولذلك وحياة بعضك فسادي وح مركز كود ديت مسلسلات عربت في مسلسلات قالت وطلق قال إني أمد كل ميان مسلسل هندية أو هبل جعل هبل واس دلي هبل أي وحص أكوت أكوت وواحد ذكر إنه وطلق قال إنه واحد لقان كاغما دين تال ما مركين قفك الدين تقرعه لكن ده اسم لجوينا اللي سلقه ننت كلا قفك القيان يسوا مسلسلات كينا يين وقفك كلا قفك اللجوينا واحد دين معه ولذلك حنا لنا هي قوة الدين تكون أغمى الله نقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة